وينضم معنا من عمان للحديث عن انتهاكات القوات الأمنية ضد الناشطين والمتظاهرين في ذي قار وعموم العراق، ينضم إلينا الدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين. أهلا بك دكتور ثامر. بداية، ماذا يحدث في الناصرية بذي قار تحديدا؟ هل التظاهر جريمة يعاقب عليها القانون في العراق؟ حياكم الله أخي الكريم. حقيقة إن ما يجري في الناصرية منذ أيام هو قمع حكومي للمتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، يطالبون بمحاربة الفساد، يطالبون بإزالة الفاسدين من المناصب التي فرضت على أهل الناصرية وعلى العراقيين جميعا. الناصرية تتعرض منذ أيام إلى حملة مسعورة من قبل القوات الحكومية وميليشياتها الإجرامية. القوات الحكومية قمعت المتظاهرين واستخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، وتدخلت بشكل بشع لإثناء المتظاهرين عن مطالبهم المشروعة. المتظاهرون كانوا سلميين في كل مطالبهم، لكن الحكومة دخلت بقوة واستهدفت المتظاهرين بالرصاص الحي متعمدة قتلهم، ومما تسبب بإصابة أكثر من 200 شخص سلمي وقتل أكثر من 10 مواطنين إلى حد هذه اللحظة. طبعا هذا بغض النظر عن الذين أصيبوا إصابات خطيرة وهم في المستشفيات يعانون، ممكن أن تكون حالاتهم خطرة تصل إلى الموت. دكتور ثامر، باعتقادكم ما هو الهدف من هذا الاستهداف الممنهج للمتظاهرين في ذي قار في وقت تعهدت الحكومة الحالية بحماية حرية التظاهر في البلاد كما صرح مسؤولون كثيرون فيها في أوقات سابقة؟ حقيقة إن من يتسلطون بزمام الأمور في العراق منذ احتلال العراق عام 2003 وإلى هذه اللحظة إلى يومنا هذا هم لا يعرفون شيء من الحرية، لا يعرفون شيء من الديمقراطية. الديمقراطية التي جاءت بها أمريكا هي أكذوبة، والدليل أن ما نراه اليوم متظاهرون يخرجون إلى الساحات منذ أكثر من سنة، منذ 2019 المتظاهرون وثوار تشرين خرجوا إلى الساحات، قمعوا بشتى أنواع القمع قتلا وترهيبا وتغييبا. رأينا تغييب للمتظاهرين والناشطين عدة، واليوم الناصرية هذه ليست المجزرة الأولى التي تحدث في الناصرية، فقد سبقها مجازر عدة. هذه الأحداث تثبت وتؤكد بالشكل القاطع أن هؤلاء الذين يتسلمون السلطة في العراق هم يسيرون في مشروع استكمال تخريب البلاد كما أشار بيان الهيئة اليوم، يستمرون في استهداف كل من يدعو إلى خلاص العراق واستقلاله ومحاربة الفاسدين. هؤلاء هم لا يعرفون شيء من الحرية، والدليل أن القمع الذي نراه والدماء التي سالت في شوارع الناصرية خير دليل على أن هؤلاء هم يمارسون سلطة الدكتاتورية والتسلط على الشعب العراقي لإرغامه على الخضوع والخنوع لما يريدون، على الخضوع والخنوع باستمرار أن يكون العراق حديقة خلفية لإيران كما يقولون، أو يريدون أن يكون العراق ساحة للصراع الإيراني مع الدول المجاورة وأمريكا. لكن ماذا عن اللجنة التحقيقية التي شكلتها الحكومة في انتهاكات ذي قار؟ السؤال هنا دكتور، هل يمكن التعويل عليها بحسب ما ترونه أنتم في هيئة علماء المسلمين؟ حقيقة هو هذه اللجان التحقيقية هي إحدى الوسائل التي تحاول من خلالها الحكومة الحالية والتي سبقتها الحكومات التي سبقتها في تمويه الجريمة والمجازر وإضاعة الحق وعدم محاكمة المجرمين الذين تسببوا بهذه الجرائم. وإلا كيف يمكن لهذه اللجنة التحقيقية أن تأتي بشيء جديد وقد سبقها عشرات بل مئات لجان التحقيقات في مجازر تعرض لها العراقيون، ولكن كلها ظهرت بنتائج هي سلبية من ناحية المتظاهرين، ولم تأتي بحق متظاهر واحد فضلا عن المجازر التي ارتكبت بحق الشعب العراقي ومنهم أهلنا في الناصرية. ماذا عن تحرك التظاهرات المساندة لتظاهرات الناصرية وقد شاهدتموها وكيف تحركت بهذا الشكل المتابع؟ السؤال هنا إلى أي مدى يؤكد أن الحراك مستمر وله أهدافه في العراق؟ حقيقة التظاهرات
منذ 2019 والتي سبقتها منذ 2011 وما قبلها، مظاهرات خرجت على مرور سنوات طويلة كان لها أثر بليغ في أن يكون لدى الشعب العراقي وعي ثابت على أن هذه العملية السياسية والنظام السياسي الذي فرض على العراق هو نظام فاشل لا يمكن أن يأتي بخير للعراق. والمتظاهرون والشعب العراقي أصبح واعيا تماما بأن من يقود البلاد هو يقودها إلى قعر الهاوية، ولا يمكن للعراق أن يخلص من مأساته، من معاناته، من الانجراف إلى الصراعات الداخلية، من القتل والتدمير والخراب، إلا بإزالة الطغمة الفاسدة ومن يحكم والعملية السياسية المتمثلة بالأحزاب الطائفية الموالية لإيران أو التي هي تسير وفق الإملاءات الأمريكية. الشعب العراقي اليوم أصبح واعيا بأن العملية السياسية هي أساس الشر في البلاد، ولا يمكن للعراق أن يستقر أو أن يتقدم إلى الأمام إلا بإزالة هذه العملية السياسية. في سؤالي الأخير إليك دكتور ثامر، ما هي الرسالة التي توجهونها أنتم في هيئة علماء المسلمين إلى عموم المتظاهرين في العراق؟ تفضل. البيان اليوم كان واضحا في دعوة الشعب العراقي إلى الاستمرار في مظاهراته واحتجاجاته والمطالبة بحقوقه المشروعة، وكذلك دعا البيان إلى مساندة أبناء بيقار في صمودهم وثباتهم وتمسكهم بالمطالب المشروعة، وحتى المحافظات جميعها في العراق إلى مساندة أهلهم في الناصرية، لأن الطريق الوحيد للخلاص مما يجري في العراق هو ثورة على هؤلاء الفاسدين، على هؤلاء الذين جروا العباد والبلاد إلى كثير من المآسي التي لا يمكن أن تنتهي كما قلنا إلا بإزالتهم وإزاحتهم وإنهاء النفوذ الإيراني والتغول الإيراني في العراق. الدكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.